وده الاكل الهيلثي اللي باخده في اغلب اللانش، بحط معلقه زيت زيتون عليها فراخ، بعد كده بشيلهم لما بيستوي اكون اكلت نصه، عقبال لما اكون عملت الخضار حط معلقه زيت زيتون عليها بصل، بعد كده بروكلي، كوسه، فاصوليا، وجزر، بحط بهارات زي الكركم عشان اكتر حاجه فيها انتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب، بحط شطه عشان بحب الشطه، روزماري، كمون، بينش اوف سولت، اند بون ابيتي.